مستحيل حدا يفهم العلاقة الغريبة بين هالبلد وأهلها، إلا اللي عاش بين السور والبحر. عكا. في سر جوات هالبلد اللي بخلينا متمسكين فيها لآخر نفس، رغم عدة شغلات انزرعت فيها لتقتل كل إشي فينا بشكل تدريجي شوي شوي. مرات بنفكر إنه لازم نطلع من القوقعة أو الدائرة اللي عايشين فيها ونطلع للحياة اللي ما شفناهاش، لكن للأسف ولا مرة فكرنا كيف ممكن نغير بهاي الدائرة أو المجتمع اللي إحنا عايشين فيه. يمكن لأنه ما منتطلع حوالينا منيح، ويمكن إذا منتطلع شوي لفوق منشوف جسم عم بحركنا مثل لعبة الشطرنج تماما. سياسة الملوك باللعبة قدرت تخلي فكرنا وأهدافنا أو حتى أحلامنا محدودة، لحتى ننحصر بدائرة مع كل هالتضييقات لاستمرار حياتنا بشكل مش طبيعي، ونفرغ غضبنا من كل شيء ونصرفه على بعض من دون ما نفكر حتى. يمكن لعبة الشطرنج والملوك اللي فيها سرق رحمتنا لبعض، وخلتنا ننسى الناس اللي دفعت ضريبة الكرامة لإلنا بهالبلد من وقت طويل عشان نكون بألف خير. يمكن نسينا انه عكا كريمة وانه بداية لكل اشي. نسينا انه هي الوحيدة اللي حولت رقم 778 لقصة طويلة نحكي فيها. بفكر لازم نسرق شوية وقت وندقق بكل ظروف فيها وكل حارة وحارة، ونتجرأ ونبدأ حياتنا من أول وجديد، ونرجع رحمتنا وحبنا لبعض اللي خلقت من روح نسيج حجار عكا رغم كل إشي.